اهلا بيكم، عاملين ايه النهارده؟ حلقه الوحش، حلقه البيج بوس. هنعمل اكله مصريه بحته تتاكل في كل المواسم، اعياد، مناسبات، عزومات، رمضان، كل حاجه. هنعمل مع بعض الفته المصري بالكوارع. يلا بينا. اول حاجه معانا حله هنعمل فيها الكوارع، لان هي بتاخد سوا. فهنحط كده عندنا ايه بقى؟ طبعا احنا بنغسل الكوارع غسله ليمونك، خلك، ملحك، تنقعيها. بصي لازم الزفاره بتاعتها تروح كلها، يعني خليها مده في الخليط ده وقعدي اشطفيها واعمليها تاني لحد ما تحسي ان هي الزفاره بتاعتها بقت كويسه، يعني راحت، مش بقت كويسه، راحت. فالحله هنحط فيها شويه زيت صغيرين قوي قوي، لان طبعا بتنزل دهون، بس انا بحب اخدها كده اشمعها قبل ما احطها في الشوربه. احط معاها البهارات الجافه الصحيحه عشان تطلع لها ريحه حلوه. معانا مستكه، هحط كام واحده كده، وبعدين هحط الجزر. البصلايه ممكن تحطيها صحيحه وممكن تقطعيها. يلا بقى هنحط دلوقتي الكوارع، هننزل عليهم بالميه تكون سخنه. هنحط بس معاها فلفل اسود، مش هنحط ملح دلوقتي خالص. هنغطي دلوقتي الحله وتاخد غلوتين ونوطي عليها وتسيبها تستوي براحتها خالص. وفي الوقت ده هنعمل مع بعض الرز والصلصه. الرز بقى محتاجين معلقه ونص سمنه بلدي، وجربوا بقى تحطوا وحده حبهان وواحده ورق لوري مع الرز، بيدوله طعم خطير. ده بقى نحط الرز، هنحط ملح ونقلبهم كده مع بعض. نحط المية تكون مية سخنة برضو. هنغطي الحلة، اول ما يتشرب المية هنوطي النار خالص ونسيبه لحد ما يستوي. هنعمل بقى دلوقتي الصلصة. اول حاجة للصلصة هنحط معلقة سمنة وعليهم شوية زيت. هنحط ثوم وهنسيبه لحد ما ياخد لون. هنحط بقى دلوقتي ونسمع الصوت، خل. هنحط بقى دلوقتي عصير الطماطم على الثوم والخل. هنتبلها بقى دلوقتي، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وعليهم معلقه صلصه. دي اختياري، شوفي انت عايزه تحطيها، عايزه تستني لما يعني دي بتسرع شويه موضوع ان الصلصه ما تاخدش وقت عبال ما تتقل، دي بتتقلها على طول يعني، فاختياري. انا دلوقتي قلبتها، انا هسيبها مش متغطيه، هسيبها كده لحد ما تتقل شويه، تغلي غلوتين هتلاقيها تقلت، تبقى خلاص خلصت. دلوقتي هنحط الكوارع عليها الملح. انا كده عندي خلاص الصلصه استوت، هقفل عليها. الرز كمان استوى هقفل عليه. هعمل بقى الصلصه البيضة. هتستغربوا ايه الصلصه البيضة دي، عشان انا بسقي بيها العيش اللي معايا. معلقه زيت صغيره قوي، هحط عليها فصين ثوم، ومع الثوم وهو بيتحمر كده هحط كزبره ناشفه، هديهم تقليبه، ومش عايزه الثوم ياخد لون، فهحط عليه خل، وعليهم معلقتين من شوربه الكوارع. انا حطيت المصفى عشان اللي فيها ما ينزلش عليه. دلوقتي ده عيش انا حمصته في شويه سمنه وزيت. ما حدش سالني كميه السمنه والزيت في الاكله دي بالذات، يعني كوارع ما نسالش يا جماعه، دي في اسئله كده الواحد ما بيسالهاش، ممنوع بالذات في الاكله دي. تمام، انا حطيت سمنه وزيت زي ما قلت لكم، وهحطه في الطبق، وبعدين هحط عليه الصلصه البيضه. شفت حاجه كده على الفيسبوك بيقول ايه، امركم عجيب ايها المصريون، تحمصون العيش وبعد كده باللون وبالشوربه. في ثوابت يا جماعه، دي ثوابت ما نسالش فيها، احنا ما نسالش الاسئله دي، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. هنحط بقى الصلصه البيضه كده عشان نبل العيش اللي احنا قعدنا نحمص فيه ساعه. واحط عليه كمان عشان ما يزعلش معلقه صلصه. تا 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 تا. بص بقى الرز مفلفل ازاي وحلو ازاي. طبعا دي لو طلعت في بق جوزك هتبقى مشكله كبيره، فهنشيلها هي والحبهان، بس مش مشكله لو مضايقك سيبي له الحبهان. يلا نحط بقى الرز، وشوفي جوزك هيقعد في انهي حته وسيبي الحبهان فيها. لو حد مضايقك يعني ما بيحبش الحبهان سيبي له الحبهان فيها. والله والله يا جماعه انا مش بشكر في نفسي حقيقي، بس الريحه
فظيعه فظيعه. انا جايبه ابني معايا النهارده في التصوير، يعني حجزت له طبق تحت الترابيزه هنا عشان في حاجات فيه هجوم هيحصل. هنطلع بقى ايه البيج بوس من الحله، نقفل عليها كده. هنحط بقى باقي الصلصه البيضاء، وبعدين هنحط الصلصه كده فيها. انا جبت لكم صاحبي معايا عشان بما انه معايا النهارده، ده ريان ابني. الباي، جربوا اكل مامي، يلا قول لهم جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.